أنا يمكن لفت نظري جدا 1959، ده معناه إن حضرتك كنت لسه خارج من الكلية. كنت في سنة ثالثة في الكلية. ثالثة. بدأت إزاي الحكاية دي؟ نعم؟ بدأت إزاي قصة إن أنا من سنة ثالثة أبدأ أشتغل مع الأستاذ هيكل؟ أشتغل، ما هو اشتغلت في سكرتارية التحرير. واشتغلت بسكرتارية التحرير لازم تقعد في الديسك وتحضر كل الاجتماعات، وهو بيجي يحضر اجتماع الساعة 5 اللي بيختاروا فيه مواد الصفحة الأولى. فهو عرفنا واحنا عرفناه، وباخد له الصفحة الأولى لما برسمها مكتبه بيقول رأيه في الإخراج في كل حاجة وفي الصورة دي، وليه خدت ده وحطيت ده ليه على عمودين وليه ده مش على ثلاث. فهو مش بس صحفي شاطر بيكتب خبر، هو جاب معاه توفيق بحري، وتوفيق بحري أول صحفي يعمل الجورنال، يعمل ماكيت للجورنال. الجورنال ما كانش له ماكيت قبل كده. الجورنال كنا بننزل المطبعة بيتعمل على الرصاص. بحري ده الله يرحمه جابه من أخبار اليوم برضه، هو جاب مجموعة من أهم الكفاءات في الصحافة المصرية. مين؟ ما أنا بقول أبتدي من جاب توفيق بحري. توفيق بحري جاب صلاح هلال، جاب صلاح منتصر، كمال الملاخ. كمال الملاخ يا نهار أبيض، يا نهار الست بتاعت قسم المرأة الصحفية فتحية بهيج. فتحية بهيج اللي عمل الصحافة النسائية الحديثة في مصر.